بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنكمل مع بعض ان شاء الله الكورس الخاص بالمونتاج. احنا شرحنا الدرس اللي فات برنامج كاماتازيا ستوديو 9، كمان هنشرح باذن الله الاصدار 8. هنصلي تردد كده بشكل سريع لانه 8 زي 9 بالظبط، لكن الاصدار 9 معمول للاجهزه العاليه اللي فيها كروت شاشه، و8 معمول للاجهزه اللي هي امكانياتها متوسطه او ضعيفه. البرنامج بتاع النهارده اسمه وندر شير. البرنامج ده بصراحه فيه مميزات كتير عجبتني. هنا البرنامج ده فيه نظامين، فيه نظام ان هو ايزي مود يعني الاستخدام السهل، ان هو يتكفل بكل شيء، ان هو يعمل الانتقالات. انت بس بمجرد بتحدد له الصور وبتحدد له الاغنيه اللي انت عايزها، ويبدا ان هو يتعامل ويوزع التاثيرات اوتوماتيك. في حاجه اسمها فول مود. الفول مود ده ان هو انك بتتحكم يدوي، يعني انت اللي بتعمل التاثيرات والحركات بتاعه الانتقالات بتاعه الصور وبعضها. اللي هنجرب مع بعض، خلينا نجرب الاول الايزي مود. هنا بيقول لك ارفع الصور او الفيديو، هنا بيقول لك امبورت ميديا. الميديا ده بتكون صور او فيديوهات. على سبيل المثال انا هجرب في صور، خلينا نجرب في الصور دي مثلا، اعلم على كل الصور كده واقول له ايه، واقول له اوبن، هيبدا يعمل سحب للصور. البرنامج ده بصراحه عجبني قوي في الشغل بتاعه ده. بالنسبه للناس لو انت مثلا مش حابب تشتغل على الكاماتازيا وعايز حاجة سريعة في الانجاز، ده هيفيدك برضو بشكل ممتاز يعني. لكن الكورس ده كان لازم اشرح كل البرامج او اغلبية البرامج علشان يكون عندك اكتر من طريقة. لو البرنامج ده حصل فيه مشكلة او وقف او ما عادش شغال، يكون عندك بدائل يعني. الاول بعد بعمل كلمة امبورت للصور بتاعتنا اهي، بقول له نكست، بقول لك اختار اللي هي الستيب 2، يعني الشكل اللي انت عايز تعمله. هو هنا بيقول لك الناس ده السيمبل، بتعمل له انت تشغيل، هو بيعرض اوتوماتيك من اليوتيوب، وهو بيقول لك ان الفيديو بتاعك هيكون بالشكل ده كده، تمام. في اختيار التاني انت بتعمله داونلود، وده بتعمل له داونلود، بتعمل داونلود عامه للاختيارات اللي انت شايفها مناسبه يعني. ده خاص بالسبورت، بالهابي اللي هو عيد ميلاد، لاف، ترافل، الاولد دي يعني. خلينا نجرب بس اللي هو ايه موجود حاليا واقول له ايه نيكست. هو هنا بيقول لك انت عايز ترفع صور صوت ولا تجرب صوت من اللي احنا من ضايفينه. هو عامه البنات ضايف صور، ضايف صوت تقريبا 5 6 مقاطع اهم، ممكن تختار بينهم يعني. وممكن تعمل كلمه اسمها اديت، اهي اديت اهي، وترفع الملف الصوت بتاعك وتشتغل عليه. اقول له خلاص اوكي، انا عايز ده. هنا بيجي لك اختيار انك تايتل، انك تعمل كتابه. ثواني نستنى ما يخلص. هنا بيقول لك ان البروجكت بتاعك هينكتب عليه في الاول ماي موفيز. ممكن مثلا اقول له محمد معرفوش مثلا، او اكتب مثلا اسم النشاط بتاعي لو انا مثلا ماركه بتاعت ساعات او ملابس او اي شيء يعني. وهنا بيقول لك كلوزنج تايتل، يعني النهايه بتاعت الكلام. اقول له مثلا اكتب برضو اي اسم مثلا، يكون بالانجليزي محمد معرفوش بريفيوز، يعني ارجع خطوه لورا. نيكست. هنا بيقول لك انت عايز خلينا الاول نجرب كده نشوف الشكل الاعلان بتاعنا قبل ما نعمل سيف. Thank you.
طبعا الكلمة جت كبيرة انت تقدر تصغرها عشان ما تاخدش مساحة يعني. بقول له بعد كده نيكست، هنا بيقول لك اختار الصيغة اللي انت عايز تسيف فيها، الفي ام في، البي ان، البي ام 4، وهكذا يعني. هنا بقول لك انك هتختار ال وي ام في، هيكون مساحة التوتال بتاع الفيديو بتاعك 121 ميجا، هنا 127 ميجا، الاي في اي اللي جودة اعلى 155 ميجا، وهكذا. تقدر كمان تدخل على كلمة سيتنج دي وتلعب في الاعدادات ديت لو انت المساحة بتاعت الفيديو عندك كبيرة جدا وعايز تقللها على قدر الامكان. وبعد كده بتقول له اكسبورت ورس، وقال لك ان هو خلص. بتعمل فايند تارجت، يعني وريني الفيديو نزل فين، ادي الفيديو بتاعنا اللي احنا ظبطناه، هينزل متظبط فيه الصور والصوت والموسيقى اللي احنا اخترناها زي ما انتم شايفين. الفيديو جاي معايا على جودة بس كان عايز يتظبط، كان عايز يقل شويه عشان يجي معاك مظبوط. ده بالنسبه كان للايزي مود. خلينا هنقفل دي خالص اهو، نفتح تاني، هو بيفتح تاني اوتوماتيك. هنا بقى الاختيار اللي هو الفول، الفول مود، الفول مود، الفول مود. هنا بتعمل امبورت، برضو امبورت ميديا، ادي الصور بتاعتنا. اوكي، اعتقد دي اعلانات او اضافات بتنزل في البرنامج مش محتاجينها يعني دلوقتي خلاص. هنا بتعلم، بتعمل برضو كنترول ايه وتسحب وترمي تحت هنا في التايم لاين تحت معاك. بتقدر تتحكم من هنا في ال اهو، تشد كده تكبر معاك الصورة زي ما انت عايز اهو. بعد كده الاختيار الثاني اللي هو الميوزك، انت ممكن ترفع موسيقى او تعمل داونلود للموسيقى اللي قدامك دي. في هنا ساوند افكت، تأثيرات صوتية ممكن تضيفها. حاجات ممكن تضيفها على الفيديو عندك، كان يعني تعمل حاجه شكلها حلو، او تعمل امبورت وترفع انت المؤثر الصوتي، او تيجي عند كلمه اول هنا وبعد كده ماي ميوزك وبترفع الايه الملف الصوت بتاعك. الاختيار الثالث ده الكتابه، انك تكتب، ممكن تختار مثلا وليكن الشكل ده كده، تك عليه هيعمل داونلود من على النت، هتعمله تحميل من على النت يعني. بتعمل علامة الزائد ده كده فبينزل لك تحت هنا في الشكل ده، ممكن تكبره. تعالى كده نجرب نشوف شكله بعمل ازاي. هنا تعدل على النص، تكتب مثلا فوش الساعات الرجالي، تمام. تيجي تحت هنا مثلا القاهرة، شارع مثلا عبد العزيز، يعني ايه دي بس كده، اي حاجة بسيطة كده ايه تقدر ايه تظبطها. على كده نجرب. ده هيكون الشكل، تقدر كمان تعدل فيها من تحت زي ما انت عايز. وبعد كده بتقول له اوكي. دي ممكن تستخدمها كداخلة في اول الفيديو بتاعك، وليكن مثلا هخليها كده صغيرة زي ما كانت، و هقول له ايه امسح دي، امسح دي كمان عشان هو بيعمل خلفية سودة عشان تظبط معاك. اقول له كده تشغيل، طبعا لما يكون حاطط موسيقى يكون في صوت شغال ويبدأ ايه يعرض الشغل بتاعك. الاختيار ده اللي هي الانتقالات،
تعالوا كده نجرب للانتقالات. تختار الانتقال اللي يعجبك وليكن اعمل كده. بعد كده اجي هنا كده، ممكن اسحب واحطه بيدي كده. تعالى كده اقول له ده كده اهو. وهكذا. تعالوا كده ايه نجرب تشغيل. لو قلنا مثلا تعال نرجع تاني هنا على الساوند اللي كان شغال، وليكن هنقول له ضيف الصوت ده كده. تعالوا كده نشوف الصوت ده ايه وضعه. تمام. تعالوا كده ايه نجرب الايه الشكل التاني اللي هو خاص بالدخلات بتاعت الفيديو. طبعا كل دي اشكال، هو هنا في اشكال جديدة اصلا مميزة عن اللي موجودة في الكاماتازيا اللي احنا شرحناها في الدرس السابق. هنجرب هنشوف الاول الاختيار بتاع. انت بتضغط على الصورة مرتين كده بيجي لك الاختيار ده. الاختيار ده تقدر تتحكم في اللون، في لون الصورة، في الإضاءة زي ما انتم شايفين كده، في تغيير بيحصل عليها، أو تقدر تختار التأثير اللي احنا قلنا عليه بتختاره بيديلك شكل كده ايه. انت ممكن تعمله يدوي أو تعمله بالبرنامج، بتعمل كلمة ريست عشان ترجع لوضعها. تختار كلمة فوتو دي الموشن دي اللي هي الحركات، بتقف هنا بيقول لك ان دي بتعمل الشكل ده. هو بيوضح لك كمان ان الصورة تتحرك بالمنظر ده. سرعتين تتأكد ان في لو انتوا واخدين بالكم في كده ايه مربعين ظاهرين، المربع صغير ومربع لونه لبني، وفي مربع تاني تقريبا لونه بني، لازم تكون ظاهرة عشان اتأكد ان التأثير اتطبق معايا اهو. وبقول له اوكي. اهو اضغط على الصورة مرتين عشان اتأكد ان هي نزلت اهو. تشغيل اهو. تمام يا شباب، دي كانت فكرة البرنامج وفكرة العمل عليه. التكست من هنا برضو تقدر تجيب التكست زي ما اتفقنا، وعندك كل دي اشكال تقدر تختارها على الفيديو بتاعك، تعمل تشغيل للشكل بتاعك. البرنامج ده بصراحة فيه امكانيات رهيبة جدا، لكن في عيب بس صغير انه المساحات بتاعته بتكون كبيرة. يعني ممكن لو شغال على فيديو وليكن مساحته 10 دقايق، هتطلع لك المساحة بتاعته تقريبا هتخش في 500 ميجا، او ممكن توصل لواحد جيجا. الكاماتازيا عكسه. الكاماتازيا لو شغال على فيديو مساحته مثلا وليكن مثلا نص ساعة او 10 دقايق حتى، هيطلع مساحته مثلا 60-70 ميجا بالكتير يعني.